الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاجتياح البري لقطاع غزة وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين كثيرين، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية السعي من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد والعمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك، مجددا موقف مصر الرافض للنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. وأضاف الرئيس السيسي أن ماكرون تفهم خطورة فكرة عملية النزوح أو التهجير والخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية. ونوه الرئيس السيسي بالتوافق مع نظيره الفرنسي على حل الدولتين، منبها إلى مخاطر غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة بهدف حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر، مشددا على أن مصر عبر تاريخها القديم والحديث لم تتجاوز حدودها وكان كل أهدافها الحفاظ على أرضها وترابها. وخلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة للمدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، أضاف الرئيس السيسي أن الجيش المصري يملك قوة رشيدة، وهذا يعد سمة من سمات الجيش في مصر، وهي البناء والحماية وعدم الاعتداء. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دعم الجهود المصرية من جانب كافة الأطراف المعنية بغية وقف نزيف الدماء والتصعيد الجاري في قطاع غزة. وخلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية نيابة عن الرئيس السيسي، حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك لحل هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، مؤكدا على الثوابت المصرية السعية لإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير الشديد للجهود المصرية الحكيمة الهادفة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة وتوليها زمام القيادة لمسار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات وسعي مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنة قصيرة للسماح بإدخال المساعدات، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث صوت لصالح 10 أصوات فقط وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت. ثم صوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت روسيا والصين والإمارات والجابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 9 أعضاء عن التصويت وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط. وخلال اجتماعه مع عدد من الزعماء الدينيين بالكرملين، قال بوتين إن من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون، وشدد على أن إراقة الدماء في المنطقة لابد أن تتوقف، مضيفا أنه أبلغ زعماء العالم في مكالمات هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك فقد يندلع صراع أوسع نطاقا بكثير. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال الليل، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي العملية بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق وتستهدف كافة مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. استضاف حزب الشعب الجمهوري وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة البرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر المرشح لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واستعرض المهندس حازم عمر ملامح برنامجه الانتخابي، وبدأ بالمحور الاقتصادي والذي يستهدف من خلاله المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ثم انتقل في حديثه من المحور الاقتصادي إلى المحور الاجتماعي والذي يستهدف فيه بناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلا عن توفير حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية.